طيب بس اسال الدكتور عصام ايه الحكمه؟ يعني احنا محتاجين ان احنا نعرف الساده المشاهدين ما الحكمه من تعدد هذه الاطوار؟ لا حضرتك اللي تقولها. لا دكتور انا ضيف. لا يا استاذنا ازاي؟ لا والله بالعكس انا اتعلم والله. تعلم جليل. انا اتعلم والله. يعني مشاركه فيما بيني وبينك والله انا ضيف. الله يحفظك. انا اتعلم. الله يعزك. الله يكرمك. وطبعا الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من هذا لكي يكون الخلق جميعا من اصل واحد، حتى لا يتباهى احد على احد، وحتى لا يتفخر احد على احد. كلنا واحد. كلنا واحد. يعني زي حتى ما احنا بنقول ده احنا اصلا كلنا ولا احنا كلنا من طين. كلكم لادم وادم من تراب. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. مساله التفاخر والتعالي بالاحساب والانساب ومساله انا من جنس كذا، لا كلنا من اصل واحد، واحد. الماء والتراب. في صحيح مسلم سيدنا الدكتور حديث انس. نعم. إن الله أوحى إلي أن تضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. مظبوط. فده أول حكمة من الحكم. نعم. يبقى عدم التفاخر وعدم إن التكبر. كلنا واحد. طبعا. ولذلك هذا تكريم أصلا من الله عز وجل للإنسان، لبني آدم، ولقد كرمنا. نعم. بني آدم. يبقى أول حاجة اللي هو عدم التفاخر والتعالي. ممتاز. والنقطة الثانية، لابد لكل إنسان أن يعود إلى أصله ومنشئه. يقول الله تعالى في سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحان ولذلك الله. يا مولانا شيخ أحمد، مسألة عجيبة والله. أنا حقيقة وقفت أمامها كثيرا متعجبا متأملا أمام بدائع قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق. الإنسان حينما يموت، إحنا كنا إذن الأطوار 12 طور. نعم. تحدثنا عن سلالة طينية 6 وسلالة أخرى جينية بشرية. نعم. جينية بشرية التي نحيا بها الآن، لأن الله عز وجل لما أسكن الروح في أبينا آدم عليه السلام، مسألة الروح لا يمكن أبدا أن تعيش مع الطين ولا مع الماء ولا مع الطين اليابس ولا مع الحمأ المسنون. لابد لها من روح ودم وعظام ولحم وشحم ومفاصل حتى تحيا. والسر في المصنع. أيوة. وهو المصنع. تخيل المصنع كلمة في القرآن والله وقفت أمامها، لو لم يكن في كتاب الله سوى هذه الكلمة لكفت. الفعل جعل. تعرف سعادتك أن حط كل أفعال اللغة العربية في كفة، وهات الفعل ده في كفة أخرى، يقيم الدنيا ولا يقعدها. الفعل جعل يدل على أن هذا الفعل وأن هذا الحدث لا يقدر على تحقيقه إلا رب العالمين. فعل جعل بالذات، فعل جعل، فعل دل على التحويل. أقول جعلت الخبز دقيقا، أو جعلت الدقيقة خبزا، جعلت البرتقال عصيرا، حولته. وده اللي ربنا لعنه في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. أي تدخلت عناية الله سبحانه وتعالى فحولت السلالة الطينية إلى سلالة جينية بشرية، فكانت نطفة بقدرة الله. ثم تحولت النطفة، خلقها ربنا إلى علقة، وخلق العلقة مضغة، وخلق المضغة يعني عظاما. هل جعلناه ولم يقل خلقناه؟ لا خلقناه. لا خلقناه يعني أنشأناه ابتداء. نعم. أو أنشأناه على غير مثال سبق. أما جعلناه. نعم. تجعلناه بمعنى حولناه. ولذلك ربنا لما تكلم عن الليل والنهار ما قالش خلق. ليه؟ لأن الليل والنهار قال في أول آية في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سبحان الله. جعل ولم يكن خلق، رغم أنها في الحقيقة مخلوقة، لكن عملية الإيلاج والتحويل بين الليل والنهار والنهار والليل تحتاج إلى مادة الفعل جعل الدالة على التحويل. يعني أول حكمة، لابد للإنسان أن يعود إلى نشأته وإلى أصله، وألا يتكبر على خلق الله. نعم. في تساوي دلوقتي، كلنا متساويين. فلابد من التواضع، ده أول شيء. الأمر الثاني، الحكمة الثانية إن الإنسان عليه أن يعود إلى أصله. بمعنى الإنسان حينما يموت مولانا، إيه اللي يحدث لو تركناه 4-5 ساعات؟ يتخشب. نعم صحيح. جميل. ثم حينما يدفن يوم أو يومين يتحول إلى الحمأ المسنون. حينما نتركه شهرا يتحول إلى طين اللازم. بعد فترة يتحول إلى طين ثم يصير ترابا كما بدأنا أول خلق نعيده. الله أكبر. ما شاء الله.